الزميل أسامة العدوان متواجد الآن في مديرية الدفاع المدني لحتى يطلعنا على آخر استعداداتها وجاهزية فرقها المختلفة حتى تتعامل مع المنخفض الجوي. أسامة العدوان، صباح الخير. صباح النور، أهلا رانيا، وصباح النور لجميع السادة المشاهدين. بالفعل المملكة اليوم تتأثر وتتعرض لمنخفض جوي يعم مختلف محافظات المملكة. عدد كبير من الأجهزة الأمنية وعدد كبير من المؤسسات والدوائر الحكومية أعلنت خطة طوارئ للتعامل مع الظروف المناخية التي تسود المملكة. للحديث أكثر، نحن الآن متواجدين في مديرية غرب عمان في من قسم الدفاع المدني للاطلاع عن جاهزيتهم بشكل كبير وبشكل مفصل حول الآليات الجاهزية بشكل عام. للحديث أكثر عن هذه الخطة الطوارئ المختصة في مديرية الدفاع المدني، ينضم إلينا هنا مباشرة مدير دفاع مدني غرب عمان المقدم فراس أبو سندس. صباح الخير، يعطيك العافية عطوفتك. صباح الخير سيدي. نطلع شوي على جاهزيتكم، استعداداتكم للتعامل مع المنخفض الجوي، خطة الطوارئ، الآليات، جاهزيتكم بشكل عام على الأرض وتطبيقها. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمح لي أن أرحب فيك وبالسادة المشاهدين في مديرية دفاع مدني غرب عمان، إحدى المديريات الميدانية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني. طبعا مديرية دفاع مدني غرب عمان تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة الحبيبة من خلال 13 مركز وقسم ومحطة. تمتد منطقة اختصاصنا من سطح البحر جنوبا ولغاية شفا بدران شمالا ومن أعراق الأمير شرقا لرأس العين غربا. هون المركز الرئيسي ومن ثم هناك في عدد مراكز فرعية. نعم سيدي، هنا المديرية الرئيسية لمديرية دفاع مدني غرب عمان بحيث تقوم بإدارة كافة الأقسام والمراكز. طبعا احنا هون الان في غرفة عمليات نستطلع آلية العمل في غرفة العمليات، الاتصالات اللي عم تطلقوها، كيف يتم توزيعها ورفضها للأجهزة المعنية في الميدان. بداية سيدي، هنا غرفة عمليات المديرية، مديرية دفاع مدني غرب عمان، يتم تلقي البلاغات من خلال مركز القيادة والسيطرة الرئيسي عميش، بحيث يتم تلقي البلاغات على الشاشات الرئيسية. أنواع البلاغات يعني كافة أنواع البلاغات، سواء تمثل في الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وتحرير المحاصرين أو داخل المصاعد وغيرها. يتم تلقي البلاغات هنا على الشاشات الرئيسية، يتم تحديد منطقة الاختصاص التابعة ومنطقة المسؤولية التابعة للمركز، يتم من خلال الكادر الموجود الاتصال بالمركز مركز الاختصاص والتحريك حسب طبيعة الحادث. حسب طبيعة الحادث يتم التحريك ومتابعة مع المخبرين. الحمد لله حتى هاي اللحظة ما في أي ما تم تمليح. طيب نطلع شوي على الآليات اللي تم تجهيزها بمديرية الدفاع المدني والآليات المختصة في هاي الظروف تحديدا. ياريت الكاميرا تأخذنا شوي مع الزميل يوسف، نطلع شوي على الآليات بشكل مباشر عبر الكاميرا عن الآليات، وتحدثنا أنت بشكل مفصل. نعم سيدي، بتوجيه من عطوفة اللواء مصطفى البزايعة، يتم تفعيل خطة فصل الشتاء في جميع مديريات الدفاع المدني الميدانية في المملكة، ويتم تحديثها طبعا حسب الدروس المستفادة وحسب طبيعة الأحوال الجوية. يتم بناء هذه الخطة المحكمة بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات في كافة الظروف الجوية للمواطنين، سواء كانت الأشغال، الأمانة، المحافظة من خلال الحاكم الإداري وغيرها من المؤسسات الوطنية اللي احنا بنعتز وبنفتخر فيها. يتم من خلال رصد الحالة الجوية أو التنسيق مع دائرة الأرصاد الجوية، يتم التدرج في طبيعة الجاهزية. طبعا احنا الآن بانتظار منخفض جوي، نأمل من الله عز وجل أن تعم أمطار الخير على كافة أرجاء الوطن الحبيب. يتم تجهيز جميع الآليات الخاصة في هاي المنخفض الجوي. طبعا الأمطار يعني يتم تجهيز آليات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ بكافة المعدات. بطبيعة الحال سيدي احنا جاهزيتنا 24 ساعة دائما جاهزية. الآن إذا كانت المملكة مثلا كمية الأمطار المتوقعة كبيرة، يتم تجهيز مواتير خاصة بالشفط
منها المواتير المحمولة والمواتير ذات القدرة المتوسطة وذات القدرة العالية على شفط وضخ كميات كبيرة من المياه. يتم توزيعها على كافة مراكز الاختصاص. تم تحديد السنة نقاط متقدمة وذلك لتسريع زمن الاستجابة للمواطنين حتى يتم تفادي الوقوع في أخطاء، يعني ممكن سيول، ممكن مناطق في اللي ممكن تشهد سيول. طيب مستوى الخطة اللي أعلنتوها على مستوى الدفاع المدني وعلى مستوى برضو منطقة غرب عمان، شو بتعطيها نسبة؟ يعني احنا الآن جاهزية متوسطة تشتمل على تجهيز كافة سيارات الإطفاء وآليات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ بمعدات زيادة، بالإضافة لتجهيز جميع مواتير الشفط كاملة وتوزيعها على النقاط المتقدمة. الكوادر البشرية كلها جاهزة، الآليات في تنسيق مع الأمن العام، وما هي آلية التنسيق مع الأمن العام؟ سيدي احنا التنسيق دائما موجود مع كافة الأجهزة وبالأخص الأمن العام، كونه احنا يعني الأمن العام والدفاع المدني دائما صنوان في الاستجابة للحوادث، يعني أي حادث من خلال متلقي البلاغات ومن خلال مركز القيادة والسيطرة الموجود في مديرية الأمن العام يتم تلقي البلاغات وتوجيه دوريات الأمن العام والدفاع المدني بالتزامن، فالتنسيق على مستوى عالي مع كافة الأجهزة سواء الأجهزة الأمنية أو المؤسسات الحكومية مثل الأمانة والأشغال. نعم رانيا والمشاهدين، إذن هذه أبرز التفاصيل حول خطة الطوارئ التي يعمل عليها الدفاع المدني في مديرية غرب عمان وأيضا في مختلف مناطق المملكة. رانيا سنكون في بث حي ومباشر ضمن برنامجنا أيضا وضمن المواجز الأخبارية لتغطية كافة الفعاليات الجوية. ابقوا معنا وسنوافيكم بالتفاصيل أولا بأول. هذه أبرز التفاصيل، والآن أنقل الكلمة لكم إلى استوديو هذا الصباح. شكرا جزيلا لك أسامة.